تعالوا نرحب دلوقتي بمشاغبات سفرة الدويتو كده، لقينا ان احنا ملناش حل غير ان احنا نحطهم في برنامج مع بعض عشان نسوي الخلاف ده. بليز رحبوا معايا بتوتا مراد وساندرا مكاري المشاغبات. طلع يا بنات كل اسبوع كل اسبوع في شويه كده تحدي بنخش بعض. مين متابع بهارات؟ لا ده المتابعين كتير. ايه ده ايه ده؟ في حد بيتفرج على التحديات ولا ايه؟ فين التحديات اللي احنا مقطعين بعض عليها؟ منورين اكيد النهارده في بايس باي ذا سي، ومش المره دي مش احنا اللي نتحدى بعض، يعني الناس اللي عارفه فورمات البرنامج او احنا بنعمل ايه. احنا النهارده مش هنتحدى بعض. مش بنتحدى بعض بقى النهارده، مش هيبقى في اتنين معانا هم اللي هيتحدوا بعض. احنا هنبقى اشراف فقط لا غير، مش اكتر من كده. نكمل بقى، هنفك بينكم. احنا هنفك بينكم. طيب طب احنا هنختار الاثنين دول ازاي؟ هنسال سؤال واللي هيجاوب على السؤال، احنا ما عندناش حد خسران مبدئيا، يعني اللي هيكسب او هيعمل احلى دقه او احلى صلصه هيكسب، واللي هيخسر برضه هيكسب، مش هنمشي حد زعلان النهارده. هنسال سؤال واللي عنده المعلومه او الاجابه على السؤال هيرفع ايده وهنوصله المايك يجاوب، تمام؟ طيب هنتكلم عن المشروبات. في مشروب مصري اصيل اسمه فريسكا. فريسكا دي عباره عن ايه؟ حد يعرف ايه المشروب اللي اسمه فريسكا؟ اهو يا صبري. لا لا ايه ده، انا ما اعرفش الاجابه. ايه السؤال؟ لو سمحتي سؤال. لا عندنا اعداد قوي جدا، محدش عارف الفريسكا دي معناها ايه. مش الاكل، المشروب. جريب فروت. لا لا السؤال صعب. صعب ايه ده؟ سهل جدا. هم صح. طب انا لسه قاريه السؤال قبل ما ندخل وكنت عارفه اجابته بجد والله. طب انا ما اعرفش. طب حاجه سخنه، حاجه بتتشرب سخنه. فريسكا. ها؟ حمص. لا مش حمص. لا لا يا جماعه احنا ممكن نخلي توتا تغير السؤال. نجاوب. ما حدش عارف الفريسكا دي ايه. مشروب سخن في كوبايه ازاز مش كبيره. ها هجاوب اكتر، هجاوب انا السؤال بقى. مين؟ ها سحلب. لا ايه اللي سحلبه؟ غير السؤال. شايف بيحصل فيا ايه كل خميس؟ طيب يطلع شاي بلبن في الاخر. لا مش شاي بلبن. في نوع شاي اسمه شاي ميزه. حد يعرف شاي ميزه ده ايه؟ ايوه اتفضل معايا. انت جايبه الاسئله دي منين يا والله ده الاعداد. تعالى اتفضل. طب استني بقى، انا مش هسال اسئله فيها مشروبات. لا ما انا هغششك من هنا اهو. لا ما انا مش عندك اسئله كتير. المشروبات دي صعبه. صعبيها عليهم. عايزه حد بيقعد على قهوه. تعالى اتفضل. اهلا بيك، نورتنا. الستات الجميلات اللي قاعدين دول كلهم معانا مش طب مش لهم فريسكا دي طلعت ايه؟ ايه؟ عندكيش فضول؟ عايزه اعرف. طيب فريسكا دي شاي خفيف سكر زياده. اهو. لا. سؤال سهل واهو بسيط. شاي فريسكا. سهل. طب يا ستات حد فيكم يعرف ايه الفريسكا دي؟ ما حدش. لا ما كانش. يبقى انت قلت السؤال غلط. انا اللي صغت السؤال غلط، بس هو عرفه اهو. مش انت عرفته لوحدك؟ طب بص قلت شاي. ماشي. سؤال صعب، سؤال صعب. في كلمتين بيقولوا معناهم اتنين مكونات في محل الكشري، واعتقد محلات الكشري دي هي السبيل لكل الستات لما بتقرر انها في يوم ما تطبخش، فهتبقوا عارفينه. فالسؤال ده نسائي جدا. لا بس في العنصر الذكوري رفع ايده. ما احنا مش عايزينه ينتصر على الستات لو سمحت. انت مش عايزه تقولي. ماشي اوكي، عشان يبقى عندنا برضو تنوع. طيب ايه هو الكهرمان في محل الكشري لما نقول له حط كهرمان زياده؟ العدس. يلا تنورينا. طلعوه. شوفي لك طريقه تطلعي بيها. هنا هنا تعالي اتفضلي. وقالت كمان ليها هديه في الاخر. يا روحي نورتينا. اهلا. نورتيني يا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ نورانا. ازيك عامله ايه؟ منورانا. شغال بقى دي ومبسوطه بوجودك معانا. اتفضلي. شغال ده؟ شغال اهو. عرفونا بنفسكم. طب الاول دخلنا على الطبخ على طول. احنا هنتعرف على الطبيخ على طول. اسمي دعاء محمد السيد. يا دعاء جايلكم اسكندريه. احسن ناس. يا ده في حد جاي هنا من اسكندريه؟ قوي. في حد من اسكندريه؟ تحيه يا جماعه لاهل اسكندريه، معلش عشان عزيزه قوي على قلبي والله. عرفنا أيوة. بنفسك. احمد دويري من القاهره. اهلا يا احمد. جاي مخصوص ولا كنت جاي؟ عايش. هما دول مشاهدين السفره الجمال، ودايما في كده ود بينا صح؟ دي حقيقه. لا
العالمين نورت بوجودكم كلكم والله، منوره بيكم. نقول لهم بقى هيعملوا ايه؟ قول يلا. لا قولي انت اللي مش قادره. لا انا جاي النهارده ما عنديش وقت. مفيش قديم، مفيش في كارد تيم قديم. احنا هنعمل انا يا جماعه بحب الكشري قوي. وانا انا بس عايز ناخد وقفه ثانيه واحده. ايوه عايزين نرحب بالضيفه المخصوصه اللي مع حضراتكم. أيوة. عندنا النهارده في اي بي جاست هيطلع معاكم. اوكي معانا استاذه فرح علي من اون تايم سبورت. سقفه كبيره قوي. ازيك يا فرح؟ اتفضلي يا فرح، منورانا. لا مش انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. احنا اكتر اكيد. والحقيقه عاملين جو خطير، عاملين كشري بقى رواق مهني منتشره في المكان كله. مش محتاجين نقول ريحته ماليه المكان. منورين الدنيا. بنورك يا عمر. يعني فرح انت منوره، ومبسوطين جدا جدا ان انت هتحضري جزء من بهارات معانا. بهارات ده برنامج الترفيهي بتاع سفره كده، عارفه ان احنا نقعد ننكش في بعض كل خميس. خناقه طول الحلقه. خناقه طول الحلقه مع الكشري، مع الاجواء الجميله والناس كلها موجوده. وزي ما قلنا قافله تلاقي الناس كلها. بنتي عندك، لكن لو قلت مهرجان الكشري. لو قلتي اكل صحي الناس كلها تجري. لا مالناش في الاكل الصحي ده خالص، هو كشري بصلصته بقى، برز ومكرونه وكل حاجه. فرح عندها سبق صحفي النهارده ان هي واقفه قدام اكبر طبق كشري في العالمين الجديد. لا 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 نسمع له بقى سقفه كبيره. طب مش بتفكري تساعدينا في الصلصه؟ يلا يلا انا بجيلك بعدين. كل مره تجيبني ساعتها. هساعد الفريق اللي تكسبه وانا فريقي يخسر. احنا فريق الستين اللي جاي مخصوص للايفنت. هنهزر. ساعديني شويه هنا وشويه هنا. اتفقنا. نص نص. خلاص هنساعد هنا وهنا. يلا ابتدي معاكي. يعني احنا هنبتدي، احنا الاثنين هنشتغل في نفس الوقت. ماشي. واللي هيخلص الدقه والصلصه الاول هما الاثنين هيكسبوا، مفيش حد عندنا خسران. تمام. في هديه مقدمه من ميانتا، وفي هديه ثانيه هنتشارك فيها انا وانت، عشان عايزه ازقزق بيها شويه. هنتعامل ان شاء الله. طيب ندخل على المقادير. يلا ندخل على المقادير. محدش كاتب لنا حاجه بس يلا مش مشكله. طيب احنا عندنا صلصه وعندنا مكونات. ليك اصلا في المطبخ؟ نص نص. هغششك ما تقلقش. طيب اهو عندنا توم. ولا طبخت قبل كده ولا دي اول مره؟ في يعني بضع من المعلومات. طيب وانا معاك برضو ما هغششك عشان تكسب ما تقلقش. طيب عندنا ليمون، عندنا خل، عندنا كمون، توم. في اثنين توم ده بتاعكم مش هديهولكم. وعندنا كزبره وعندنا قرن فلفل حلو. هجيب لك السفره. عندنا توم وايه وانت تنطلق بقى. اتفضل. جبتي المايك يا قلبي؟ المايك معانا. شوفي احنا يعني مسلمينكم كل حاجه بالاول. والله مفيش روح التحدي النهارده مش موجوده عندي خالص. طيب احنا نحط شويه زيت. يلا يلا يا دعاء. حالا هنبتدي تحدي. في فين عز دلوقتي؟ يقول لنا حالا هنبتدي تحدي. توتا انا شايفه حاجه بس انا بساعدك. انا واخده بالي دي كوسه. كوسه ان انت داخله يعني بكل جوارحك في الوصفه. عادي الزيت احنا بدانا مالناش دعوه بيه. سيبي ده، هحط لك شويه زيت. سيبي ده بس برضه حط لهم بتاعت الزيت الصغننه اللي بتنزل بالنقطه. مفيش فايده. جايبها من القاهره. ماشي وهم شغالين كده. ده اللي بيحكي الفرح. يا بنتي استني بسرعه، انتوا لسه عايزه تخلص بسرعه. انا عايزه تكسب. ايوه هو اللي هيكسب مش انتي. النار ماشي. ما هو بس من فريقي. بس النار مش شغاله هنا. لا مش جايه والله ما جايه. توته فاصله الكهرباء. انا فاصله الكهرباء. توته هي اللي فاصله الكهرباء. دي قرف بقى يا جماعه. طيب انت لابس ابيض وانا لابسه ابيض، فمفيش توم هيتبهدل ما تقلقش. ماشي احنا شوحنا التوم. هنعمل ايه؟ نطفي بالخل. ماشي دي في مؤامره هنا. البوتاجاز ده مش شغال. مش شغال؟ مش شغال. احنا سايبنا لهم الفرامل قبل ما نبتدي. انا هزود شويه خل كمان ولا ده خل بتاع الوصفه الجايه؟ احنا شوحنا التوم وشوحنا معاه الكمون والكزبره، وبعدين طفينا بالخل، وبعد ما بنرفعه من على النار بنحط الليمون. صح كده؟ ماشي. عملت كشري قبل كده في البيت؟ اول واحده خالص. شغلناها الاثنين. ده سهل خالص. احنا بنعمل ما يا ربنا يديها الصحه يا رب. انت بقى ايه؟ ملح. لو عايزين مساعده احنا خلصنا، ممكن نيجي نساعدك. طب يا جماعه نحيي اشطر وامهر قسم اكسسوار معانا في سفره. بصوا حلوا الموضوع وكشفوا المكيده. احنا خلصنا ان الكهرباء كانت مقطوعه عننا. مش احمد منور منور والله. خطه جميله. ماشي احنا كده خلصنا الدقه. تمام ربنا يحفظنا والله يا جماعه. شوفوا هتحطوه على ايه بقى. هنحطها على ايه؟ انا هاخد الطبق ده كله عشان اخش الكرفان بتاعنا. الكشري عندنا. طيب هنعمل الصلصه دلوقتي. نجيب الزيت. خدوا الزيت مننا. يا بنتي سيبي الراجل يشتغل. تعالي لا لازم نساعده. والله تعالي مش هسيبه لوحده، ده فريقي.
انتوا بتعملوا هسخن عندكم دي بلطجه بس ماشي في الحته اللي انت عايزاها حطي زيت وقلبيها ماشي ماشي احنا خلصنا حط الدقه حلو جميل حط بقى الثوم انتي مخبيه الطاسات عندك يا توتا انتي مش واخده بالك ان دايما في اي تصوير بقف في اليمين بيبقى عندي التولز كلها موجوده انا محتاجه اركز بعد كده اسمها ايه ابص على المطابخ قبل ما اطلع اهو خد لك ساتر خد لك ساتر اهو طيب احنا حطينا الثوم هنحط الخل عشان يعمل الخشاكه الحلوه دي كمون تعالى اعمل معايا حاجه عشان ما يقولوش انا بشتغل لوحدي لا احسن بصوا يا جماعه الموضوع قدامكم كلكم شاهدين انا ما عملتش حاجه انا ما جيتش النهارده انا بيتي بشكر ربنا انا ما جيتش النهارده سيبهم يدلقوها يعني يا توتا عايز اسالك على حاجه ايوه الجو اللذيذ بدع مدينه العالمين اللي احنا فيه ده ايوه وبايت ما تشتتنيش بس انا مركزه والموج والبحر ما خلاش قلبك يرق شويه وتسيبي الفريق الثاني ينجح لا قلبي مش دي دعاء اهو لا ما حبيبه قلبي والله احنا خلصنا يا جماعه تا 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 تسقيفه كبيره بقى الفريق لو سمحتوا نسقف يا جماعه تسقيفه كبيره هي غير راضيه احنا كان عندنا مؤامره والمؤامره لسه شغاله بس تمام احنا هنستخدم الصلصه اللي توتا عملتها عشان توتا احنا عارفين ان هي نفسها في الاكل خطير بتثبتيني انا موافقه انا موافقه بالتثبيت موافقه طب والله احنا عاملين صلصه لسه ما اشتغلتش نسحب التحيه الله ده قضاء وقدر بقى ظلم في حد بيقول ظلم هنا تسلم ايدك يا احمد لينا حساب في القاهره يا عبد الوهاب لما نرجع انتوا هتستخدموه تجازي؟ ها؟ طبعا شريره قوي لا والله توتا طيبه شجعت فريقي شدي مقدم فريقي ادعمني ادعمني تنازل عن العين بتاعتك انا عماله اقول لك ايه من اول ما بدانا خمس ثواني وهي بتشتغل عشان ما نشناش عين ماشي اوكي لا ما تقلقيش هيشتغل بصي بصي بجد اهو ابتدى يشتغل اهو يلا 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 ابتدي اعمل ايه؟ حطيتي كل حاجه هناك؟ طب ما بنتنا شاطره وجميله وسريعه اهي والدقه مخلصاها على البارد بس هي مشكلتها في عين الكهرباء مفيش ميه خير دايما الستات مظلومه الستات مظلومه دايما الستات مظلومه ايوه صح احنا جايين عليكم ايوه ما انا مش من ضمن الستات معاكم في فريق لا في فريق رجاله ايوه احنا من الهوا احنا ممكن نخلص الكشري من الهوا احنا بره الفريق اوكي فدلوقتي في فريق راجل وفريق ست ايوه انتوا هتشجعوا مين على حسب الناس اللي يا جماعه مضبط. المشاهدات هنا لا طب ولا عنصر ماما ايوه طب والرجاله ما في رجاله كتير واقفه شجعوا يا جماعه اخوكم سمعتي صوت اهو طب نسمع صوت الستات كده نسمع صوت الستات انا اوكي ماشي ما انا مش عارفه بقى بنرغي القعده حلوه هو التسقيفه اللي جت للستات اكتر ولا رجاله الستات طيب نعيد تاني معلش يا جماعه اهو ست اهو اللي مني مزعلني والله أترضي. طيب تسقيفه للستات ممكن طب الرجاله بقى بس خلاص ما تسمعنيش مش هتكلم كتير الموضوع منتهي ما تحطيش حاجه خلاص هي بنتنا مخلصه كل حاجه وجاهزه ايوه ومستنيه بس الدقيقتين النار دول ماشي خليكي فاكره ان انا سلبتكوا البوتاجاز خليكي فاكره التاني لسه ما اشتغلش خليكي فاكره ان انتي فوتي طب ايه غريبه ما انا ما لعبتش في الكهرباء قبل ما اطلع ما لعبتيش غريبه انت وانت بتلعبي فيها لا والله اعترفتي لا والله ما لعبتش في الكهرباء انا قاعده احنا لعبنا في الكهرباء انا كنت اعرف انك واقف انا اول مره اشوفك ابدا احنا مالناش دعوه بس ايه رايك في ريحه دقتنا وصلصتنا انت اسالي الناس كلها حد يقدر يختلف عليها لا طيب خلاص يا جماعه فرح بتعمل صلصه كشري سجل يا تاريخ سجل يا تاريخ واخبار بقى الرياضه والدايت ايه بتنهار الرياضه عامله ايه معاكي بتنهار الرياضه دلوقتي لا بس انت يا فرح مش تاكلي كشري؟ اكيد بتاكلي كشري باكل كشري بس دلوقتي في جيم وفي رياضيين في ناس بتستعد الموسم الجديد طب يوم الفري مفيش يوم فري؟ عندها الاسبوع الفري كل الناس لازم يوم فري ولعلمك الكشري مش عايز يوم فري انا عايزه الطبق ده بكبشه مش معلقه والله العظيم ونوع كده والله يزودي العدس
بكبشه ده ما ده ما ينفعلوش معلقه. زودي العدس وزودي الحمص والمكرونه. لا والرز قللي رز ومكرونه. طب والبصل؟ طب ثواني بقى بما ان لحظه واحده بصل وحطيه في الفرن ويطلع مقرمش ويجنن وكلي كشري 3 مرات في الاسبوع. الكشري ما يحلوش لما البصل يبقى بيلعب في الزيت كده. هيلعب في الفرن. لا مش هيلعب في الفرن، انا بحطه في الفرن بشوش بيلعب. يبقى قاعد مكانه كده. انا بنيجي نلعبه احنا. ننفخ له. لا بس هو الكشري ممكن ناكل منه عادي بس ما نزودش الرز والمكرونه. نزود بقى البروتينات النباتيه اللي هي العدس والحمص. اوكي. وكلي بقى. بس هيقلل من طعمه شويه؟ لا خالص. مش هيلحق قوي. هعزمكم مره على كشري سهل. لا لا ثواني بقى، ما ان احنا جبنا سيره الكشري، فرح بعد الكشري بتاكلوا ايه في البيت؟ اصبري دلوقتي. بعد الكشري اه انت عادة بعد الكشري ممكن ياكلوا ايس كريم، اه رز بلبن، ممكن ياكلوا يعني في ياكلوا مانجا ماشي. اه بعدها طب بصوا يا جماعه عشان تعذروني. لا 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 لحظه، عشان الحدث ده المفروض يتسجل. ساندرا او اه خليكي جنبي اهو، انت حابه وانا حابه كده سامعيني؟ فل كنت يا فرح. ساندرا كنا بنسالها على اكله الكشري بتاكل ايه بعد الكشري. اه طلعت بيعملوا ايه عندهم؟ ايه؟ كيكه برتقال. اه بصي اتصدمت بعد الكشري. انا كان نفسي تيتا تبقى معانا هنا، هي اللي قوي، هي اللي علمتني كده. دي هتقفل قفله جامده بعد الكشري. بس هو احنا البيت عندنا بناكل كشري على كيكه برتقال. احنا بناكل كشري من حليب كيكه برتقال. اه ده كميات بقى كيوت قوي. صغيره مهوله من النشويات. ده اللي بياكل كشري يعني بيبقى خلاص مفيش مكان، مفيش مكان في المعده اصلا. كشري اه طب عدس كتير وحمص كتير. ايوه يعني بالعادي اصلا بتقللوا الرز والمكرونه بجد؟ ايوه انا بحب الرز يعني عشان بنحب طعم البقول اكتر. لا انا بحب الرز والمكرونه بصراحه. لا بحب عادي المكرونه والرز. الله عزها قوي يعني. وكيك هعزمكم مره على كشري وناخد كيكه البرتقال بعده. انت اعملي كيكه البرتقال واحنا نجيب رز بلبن. طب ما قلتلناش بقى بتاكلي بعد الكشري رز بلبن طبعا. او ليمون نعناع ينزل يعمل كيش بعد الكارثه اللي كانت بتحصل. ده الطبيعي يعني. وانت يا فرح بتاكلي ايه؟ ايس كريم. ايس كريم. وزي ما بقول للناس ممكن بعد واحنا في الصيف ممكن ناخد سموسي اي حاجه بقى. مانجا ليمون نعناع دي فكره حلوه قوي حاجه كده. انا هربي الولاد الاول ان هم ياكلوا كشري وبعدين كيكه برتقال وبعدين ادخل عليهم المدخولات الغريبه بتاعتي بعدين. بس تاكلي ايه فرح يوم الفري لو انت عامله؟ انت اكيد عامله دايت طول حياتك. يوم الفري يعني ايه اكتر اكله بالنسبه لك واو ما اقدرش اقاومها؟ محشي. ايه بقى؟ انا بحب المحشي بتنجان و ماليش في الكوسه قوي، بحب الفلفل وبحب البتنجان قوي. بتنجان قوي. لا بس انا خلصت كل حاجه. بحب الحمام قوي. خلصت. فريك ولا رز؟ لا رز. رز انا رز برضه. فريك. فريك يا قلبي. بس انا يعني ماليش اي في الحمام اصلا. رز انا رز برضه. وعندي نقطه ضعفي بقى. فريك. لا انا رز ماليش في الفريك. نقطه ضعفي بقى يعني، وقولوا لي ان انتوا بتعرفوا تعملوها حلوه قوي. ايه؟ صينية البطاطا. بطاطا البشاميل ولا البشاميل؟ البشاميل. لا احنا يحل علينا شهر 11 ايوه تدخل. ايوه ونيجي ناخد فرحنا وقعدها معانا شهر كده في سفرة. مش هرجع في رياضة تاني خلاص. ما هي كده بتاكلها قطمة. بناخد الصينية على فكرة ان هي كده بتاخد شوكة. السكريات فيها عالية قوي. بس انت بتحبي الحادق ولا الحلو أكتر؟ لا لا ما بحبش الحلو كتير خالص بجد. لا انا بحب الحلويات الحادق اكتر. مش لوحدي. انا مش لوحدي. لا بتحبي الحلويات؟ انصفيني وقولي ايوه بحبها. ثلاث بحب الحلويات. بعترف بحب الحلويات البسبوسه. يا نهار ابيض. ايوه ما هو احنا قشطه حته قشطه بلدي كده عليه بس بتنهار. حته صغننه منهار زي ما انت قولي ناكل حته قد كده قد نص كف ايدي. لا لا بس انا مش هعمل بكف ايدي. انا انت عارفه انا هعمل بكف ايد مين؟ الصلصه بتاعتكم. انا عايزه كف ايدي مركزه. لا احنا الريحه شايفه مركزه. اي الشطه. شطه. في شطه كتير وقرن فلفل طحين. انت بتحب الاكل سبايس؟ بحب الحاجه مشطشط جدا جدا بجد. والله هو الكشري حلو هو سبايسي قوي. طب احنا مش هنمسك بقى كبشه كده ونعمل بقى دقه ولا هنعمل بالطلب ولا ايه؟ تعالي احنا اطلع اعمل ايه؟ نجيب ده ازاي؟ نجيب ده ازاي؟ هنشده كده او حد ممكن حبايبي من المطبخ كده يساعدونا. هنجيب ده هنا ازاي؟ موبايل مين المنهار هنا؟ لا انا موبايلي ده بطلعه من الطاسه والله العظيم. يعني موبايلي ده بيقعدوا في البلاتو. أيوه. بينهاروا. أيوه. لو حرام اللي انت بتعمليه في التليفون. الموضوع طلع
اكبر طبق كشري؟ يس اكبر طبق كشري بيتحضر بقاله جديده من اسبوع. لا يعني التجهيز مش التسويه. أيوة ده طازه، ده فريش لسه معمول. بصي يا توته كنت معاكي ايه؟ خلاص دي اللي المفروض ناكل بيها. انت جايه اللي انت جايباها دي؟ دي اللي هخرب بيها. هتخرب دي ليه؟ ناكل كتاكيت ثانيه. يا سلام. انت بتعملي ايه؟ مش مصدقك كميه بتعملي صلصه. اه اه يعني اللي هو انت هتدلق. لا امال احنا هنعمل ده؟ هنخلص الفجر كده. انتوا زهقانين وراكم حاجه؟ بالمعلقه يا سلام. انا بقول كده الكميه دي. يلا صح. يلا بينا. ايوه بقى يا فرح بقى يلا. فرح بتعمل طشه الكشري. طب واحد اه ممكن يا دعاء ممكن تيجي جنب فرح؟ تعالي يا فرح تعالي. ايوه احنا لسه ناويين تيجي بعد دي ناكل كتير. دي عشان ناكل بيها. دي خليها انت شيليها عشان ناكل احنا بيها. شوفي الفانز بتوعك يا فرح لو شافوا الطبق ده. حتى شايفه تتحضروا. خلاص الناس مش عارفاني مش هصدقك. رياضه تاني. يلا نكمل بقى. يلا يلا. لا بصي صبت الرجاله برضو. اه صبت الستات احلى. ماشي واو برافو. ده عايز بقى كبشتين. نحط الدقه كلها؟ دقه كلها. يلا متهيألي انا بحب الدقه زياده. وانا بحب الدقه زياده برضو. اهو في حد بياكل الكشري من غير صلصه؟ لا كله بصلصه. لا انا باكل بصلصه زياده ودقه زياده وورد زياده. حد عارف ايه الورد؟ انا اجاوب؟ ما لحقتش اجاوب. هنحط. طب حطوا انتوا ده بقى يلا. لا دي ما اتحطتش على النار. معلش اصل النار عندنا كانت مفصوله. الكهرباء كان حد قاطعها. كان حد قاطعها. معلش اه. دي مقصوده. هاشتاج مقصوده. لا بس انا دخلت ايه اقتحمت ال. ما انا سبتكم تاكلوا عيش بقى. لا انا بعد كده. استني انا هجيب فرح واجي بعد كده بهارات. ايوه يلا. اه والله اي حد يقرب لي انا حبستها مره ما دخلتش. اي حد يفصل عندك النار. هي فصلتني عن البلاتو قبل كده. قالت لي خليكي بره. حبستها وفضلت تنادي وتصوت. فاكره؟ لا مش عايزه افتكر. انت بتعملي ايه؟ انا عايزه اغرف ورد زياده من فوق. اوكي مش في البلاتو. عايزه مش هنقلب؟ كنت عايزه ورد زياده. دي معلقه. طيب ماشي. صعب تقليبه قوي. ده عايز اتنين. اكبر طبق كشري في مدينه العلمين الجديده. بس يا جماعه عايزين تحيه كبيره لا ومين مين بيحب الكشري؟ للكرو اللي بيشتغل ورا كاميرات وشطه وتحضيري. مدلعينكم. من غيرهم احنا مش هنعرف نطلع لكم كل الحاجات الحلوه دي. دي حقيقه. مش بجد. بس الكشري على فكره الفوزت كلها اللي موجوده. كل حاجه. الاكل احنا عاملينه في المطبخ تحضيري او شيفات سفره هم اللي عاملينه في المطبخ تحضيري. فالناس دي بجد تعبت جدا الفتره اللي فاتت. من الاكسسوار للمطبخ للاخراج للانتاج. يعني كل الاقسام اللي موجوده السفره بجد تعبوا عشان احنا نطلع ليكم بشكل اللي تحيه كبيره. اه